نفصل فيه ونقول شوية تفاصيل خاصة بالريجولار اكسبريشن. الريجولار اكسبريشن هي لانجوج، لغة اتألفت زمان مع اليونكس، لغة صعبة وكانت رخمة وكانش حد بيحبها، لأن هي عبارة عن مجموعة من الرموز كده. لكن بعد كده يعني هي الوهلة الأولى صعبة ورخمة وملخبطة ومشخبطة للوهلة الأولى، بس لما تفهمها وتفهم تفاصيلها هتلاقي إن كل الرموز اللي مكتوبة دي كل رمز ليه معنى. لما بتبقى فاهم كل رمز معناه إيه بتقدر تستخدم ده في شغل، ممكن تستخدمه في سيرش، ممكن يستخدموه في فاليديشن، يعني بتوع الويب بيستخدموه، بتوع الداتابيز بيستخدموه، بتوع البرمجه طبعا كلهم بيستخدموه. فاللغه ذات نفسها قيمه، تمام؟ احنا هنستخدمها في ايه؟ هي في الاخر احنا بنحدد بيها سياق معين للنص، سياق معين للنص احنا اللي بنحدده، وبناء عليه بقى بنشوف احنا هنسيرش عنه لو احنا داتابيز، هنتحقق منه لو احنا مثلا ويب، هنستخدمه في السيرشنج برضه في البرمجه الى اخره. فانا مثلا هخش برود باس الله ما يكونش نسيت الباسورد من اولها. تمام جدا. وهبدا اقول مثلا والله احنا كان طبعا ممكن نستخدمه مثلا في السلكتات العاديه جدا بدون اي مشكله، يعني احنا مثلا اخذنا لايك واللايك كنا معجبين بيها جدا عشان بتعمل لنا امكانيات خطيره، زي ان انا اقدر ابحث بحرف بحرفين بالاول بالاخر باللي في النص. طبعا دي اضعف كتير جدا من الريجولار اكسبريشن. احنا عندنا في الريجولار اكسبريشن حاجتين بنكتبهم دايما خد بالك منهم، هما يعني اوبريتورز مهمين جدا. يا اما بكتب ار لايك بدل لايك، بقت ار لايك يعني ريجولار اكسبريشن لايك، تمام؟ او بكتب ريج اكسبت اختصار ريجولار اكسبريشن، اختصار كلمة ريجولار اكسبريشن. الاثنين بالنسبة لي وبيشتغلوا هما الاثنين بيشتغلوا بنفس الاسلوب، بس طبعا يفضل تكتب ريجولار اكسبت عشان تبقى مفهوما ان ريجولار اكسبريشن بدل ما عينك ما تلقطش الار تتخيل ان هي لايك ولا حاجة. طيب ناخد سيمبل اكزامبل نفهم منه اول فكرة هنتعامل معاها. انا قلت مثلا سيلكت استرسك فروم ستودنت وير وير ونحط الكونديشن مثلا، فاقول له وير ان الاف نيم، كان عندنا حاجه اسمها الاف نيم، وعايز اقول بالريجولار اكسبريشن بالريجولار اكسبريشن عايز اقول ان يبقى اول حرف مثلا الاي، اول حرف الاي، بحط علامه الرمز اللي هو اللي عامل زي الاس ده اللي هو شيفت وستة، خلاص دي معناها بدايته، دي معناها كلمه بدايته، وهو قايل ايه؟ خلاص دي كده معناها ايه كلمه بدايته؟ يعني البدايه بتاعته تكون حرف الايه، تمام؟ شايفين الجمله ولا لا؟ تعال نكتبها هنا عشان ما تضيعش مننا، عشان تبقى واضحه لكم. اهي سيلكت اسيت فروم ستودنت وير ان الاف نيم ريجولار اكسبريشن، وقمت اعمل ايه؟ علامه ديت وايه؟ فالعلامه دي معناها يبدا بيه، معناها ايه؟ ستارت ويز. فلما اجي اجو كده لاحظوا انه جاب لي ايه؟ جاب لي انور وجاب لي عبد الحميد، على اساس ان الاثنين بداوا بحرف الايه زي ما احنا شايفين. طيب جميل، يبقى اول حاجه هي مكونه من مجموعه رموز، كل رمز ليه مدلول، المدلول ده هو اللي بنشتغل بيه، المدلول ده هو ده اللي احنا بنشتغل بيه. فمثلا سي لو انا عايز اقول اخره كذا، يعني عايز اقول مثلا ده وجيت قلت له سيلكت استرك فروم ستودنت وير ان الاف نيم، وقلت لهش بقى بدايته كده، قلت له مثلا عايز اقول نهايته مثلا حرف الار سي، يعني حرف الار، فاقول له ار، تمام؟ وبعدين بحط علامه الدولار ساين، يبقى عرفنا البدايه اللي هي علامه الاس اللي هي شيفت وستة، والدولار ساين اللي هي شيفت وثلاثة تقريبا او أربعة، اللي هي بتعمل ايه؟ بتعمل دي. طب لو احنا جربنا كده اهو سيلكت اسيت فروم ستودنت وير الاف نيم ريجولار اكسبريشن ار واسترسك، قال لي ايه؟ ما جابليش غير انور، خلاص انور ده الوحيد فعلا وداخله ار، ما عندناش مشكله خالص. وبكده عرفنا ازاي ندور عن الاخر، اخر حرف، تمام؟ ده الرمز، تمام. طب لو انا عايز ادور على حاجه كونتين كذا، يعني فيها حرف كذا، اللي هي احنا زي ما احنا عارفين يعني في زي ما بنحب باللايك بدايه والنهايه واللي في النص او في الاول او في الاخر،
كنتين اي حاجه، كنتين اي حاجه بسيطه جدا. ان انت لو جيت قلت له مثلا ار ريجولار اكسبريشن ار تمام، وقمت عامل سيرش، هتلاحظ ان جاب لي انور وجاب لي طارق. طبعا دي سهله جدا جدا عن اللايك حتى كمان، عن اللايك حتى ان انا بقول له بس ريجولار اكسبريشن على ار، او الكلمه اللي بياخدها اليوزر. يعني في الغالب انا وانا بحب سيرش بيساوي، يعني انا في الغالب السيرشات لما بشتغل على ماي سيكوال ولا بسيرش بيساوي ولا بسيرش بلايك، بسيرش بريجولار اكسبريشن على طول من غير بقى ما اشغل بالي بقى، وير ان كذا ريجولار اكسبريشن الحاجه اللي كتبتها وخلاص، وهو بقى بيقدر يتصرف او حاجه زي كده، يعني مش قضيتي بقى، فاهمني؟ طيب لو قلت له طيب طبعا نفس الكلام لو جبت اي ار مثلا، اي حد في اي ار هيقول لي برضه انور وطارق اي ار واو اي ار، فهو بيسيرش خلاص باي حاجه جت في الاول جت في الاخر جت في النص ما تفرقش معاه. يعني هنا في انور جت في الاخر تمام، هنا في طارق جت في النص والى اخره. طيب نعم مش ار وايه تمام، مش ار وايه كويس دي حاجه. طيب لو احنا عايزين نسيرش مثلا مثلا ما بين، يمكن انا بقول كلام عشان بس نفرق ان لا ان الموضوع هيبقى اكبر بكتير جدا من اللايك، يعني عايز سيرش ما بين كذا وكذا. احنا اخدنا ده او اخدنا كمان نقول ده. طيب كمان عايزين نسيرش بايه بتوين، عايزين برضو نسجلها عندنا عشان تمام. طيب حلو جدا احنا كده. طب عايزين نعمل بيتوين قلنا تمام، انا عايز اعمل مثلا اسيرش ان الحروف تكون في اطار معين او في حدود معينه، يعني مثلا بدايتها اقول بدايتها او اعمل كده طبعا عايزها في اولها يعني تمام. ممكن احط القوسين اللي هم اللي هم مربعين دول تمام، واقوم قايل ايه مثلا اي تمام او بي وسي، اي بي سي مثلا. بقى معناها ايه هنا؟ بقى معناها تبدا بحرف الايه. انا كنت عايز اعمل مثال بتوين صح، مش قلت لكم كده؟ فبتوين ماشي مش مشكله، خلينا نبدا الاول ولو كده هجيب لكم بتوين ده. انا عايز اقول ايه، ابدا بحرف الايه او تبدا بحرف البي او تبدا بحرف السي، دي بقى معناها كده تمام. يعني تبدا بحرف من دول، تعال نجرب. جاب لي انور، جاب لي عبد الحميد، هما اتنين بداوا بالايه والبي. طب ماشي يعني مفيش حظنا كاتبين حروف وحشه. ايه والاس والام مثلا، عشان انا متخيل ان في ناس بتبدا بالايه والاس والام عشان الجمله تبان. ايوه الله ينور عليك، عشان الجمله يعني ليها يعني تبقى المعنى واضح. الاي والاس والام، سامي جه، محمد جه، انور جه، محمد جه، مصطفى جه، سهى جت، عبد الحميد جه، صح؟ كلهم بيبداوا يا اما بحرف الاي يا اما بحرف الاس يا اما بحرف الايه؟ الام. مفهوم يا شباب؟ انتهى الجمله اكسبريشن حتى الان سهله. بس هي بس ايه تكوينه الرموز بس تبقى واخد بالك منها. معايا ولا ايه؟ طيب الله ينور عليك، الله ينور عليك. يعني هو لو مثلا بيقول زميلنا بيقول ايه، طب انا ممكن اعملها برضه لو شلت دي وخليتها علامه الاس، بس مش هنا بقى، هتيجي في الاخر هنا واقوم كاتب علامه الدولار ساين، صح كده؟ وبكده يكون بقى معناها ان تنتهي بايه او اس او ايه؟ او ام، صح ولا ايه؟ مظبوط وانا مظبوط مظبوط صح مظبوط. انا ممكن اقول له الاف نيم كده كده، ممكن اقول له الاف نيم كذا، يعني ممكن نقول له الاف نيم ريجو اكسبريشن كذا كذا، وبرضه ممكن نقول له اند برضه او اور صح عادي، ممكن نستخدم اكتر من ريجو اكسبريشن كده. بقى معناها ايه؟
تبدا او تنتهي بحرف الاي او الاس او الام، صح؟ تبدا او تنتهي. فلو جينا عملنا كده الكويري بتاعنا، قال لي ايه؟ احنا قلنا ايه؟ تبدا تنتهي، الاف نيم يكون بينتهي بالاي او الاس او الام. يلا انا قلت ايه؟ اختفى الادامي، قالت ليه؟ ماشي. طب نشوف ايه اللي جه؟ احنا زعلانين ليه؟ ايه اللي جه؟ تبتدي وبتنتهي، فانا جيب ام بدا بام وده مظبوط، وانتهى بايه؟ مظبوط. سوها بدات باس وده مظبوط، وانتهت بايه؟ مظبوط، صح؟ تمام؟ وده برضو مظبوط. ولو عملناها اور، هيجيب لي بقى ايه؟ ناس اكتر، يعني مثلا غدا جت، مع ان غدا مش بادئه باي حاجه من النوم لكن منتجه بالايه؟ مظبوط. طه مش جه، مع انه مش مبتدئ باي حاجه من دول لكن جابها بالايه؟ عشان اخره الايه، وهكذا. تمام؟ طيب. ممكن طبعا حاجات كتير احنا ممكن نعملها بالريجولار اكسبريشن، خدنا فكره. خدنا فكره. تعال نقول ان الريجولار اكسبريشن ليها ايه؟ مش بيسجل؟ طيب الناس ليه بيسجل؟ ماشي، حلو. تعال قبل ما نخش ونكمل، هو ايه ده؟ ايه الاقواس وايه العلامات دي وايه البتاع؟ عايزين نعرف الفكره. فانا مثلا لو جيت سرشت كده ومتقال مثلا ايه؟ ريجولار اكسبريشن، طبعا ريجولار اكسبريشن، ماشي، ريجولار اكسبريشن، بلاش المواقع، انا عايز اقول ريجولار اكسبريشن مثلا ماي اس كيو ال مثلا، ماشي. وتعال نخش كده اوريكم ايه العلامات. هو طبعا كل واحد، كل علامه ليها معنى، وبناء عليها احنا بنبدا نشتغل. فمن على موقع ده ايه؟ جيكس اوف فور جيكس، ده محترم جدا. تعال نبص على الملخص.